والآن مع كلمة الأستاذ خالد عبد اللطيف كيان، رئيس جمعية الإنتاج الخيرية ورئيس الاتحاد النوعي للجمعيات النوبية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا. مرحبا بكم جميعا في حفلنا هذا لتكريم علم من أعلام النوبة ومن أبناء أدندان، وليس لي أن أتكلم عنه لأنه بمثابة الوالد وبمثابة الأخ وهو عمي وحماي. عم محمد هو قدوة لنا وعلم يحتذى به لأبناء أدندان وأبناء النوبة عامة. واليوم لن نتكلم كثيرا وندعكم مع أحبائه وإخوانه، سوف يتكلمون عنه أكثر مني ويعرفونه من بيقولوا من المهد إلى إن شاء الله بعمر مديد إن شاء الله، وربنا يديله الصحة وكل سنة وانتم طيبين.